مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات ضد المدنيين في العراق وتبعات تلك الانتهاكات على الفرد وعائلته، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا بكم أستاذ عمر. بداية، القوات الحكومية تعتقل 12 شخصا خلال حملات دهم وتفتيش تعسفية في نينوى وصلاح الدين. الانتهاكات الحكومية والميليشيات ضد المدنيين لا تتوقف، كيف تصنفون هذه الانتهاكات في تقريركم أو تقاريركم الحقوقية؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. هذه هي الاعتقالات التعسفية لم تنتهي البتة منذ 2003، وهذه الاعتقالات هي خارج القانون ولا يمكن تصنيفها بأي حال من الأحوال، لأنها تنتهي ضمن القوانين الداخلية والمحلية. وهذا بطبيعة الحال هو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تصنف هذه الاعتقالات التعسفية بأنها تقيد الحرية وأنها تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر. هذه الاعتقالات في مدينة نينوى وفي صلاح الدين تزداد يوما بعد يوم إثر قيام الميليشيات بالتواجد بكثرة في هذه المناطق، وهذا الانتشار هو من ضمن الخطة التي تقوم بها وزارة الدفاع والداخلية، فضلا عن انتشار الميليشيات التي جاءت بإمارة إيران. هذه أستاذ عمر، يعني هل الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات والقوات الحكومية تقتصر فقط على عمليات الاعتقال التي تنفذ، أم هناك أوجه أخرى لهذه الانتهاكات؟ لا بالعكس، يعني هناك عدة انتهاكات أخرى تشمل هذه العمليات، منها الابتزاز، منها التغييب، منها القتل خارج القانون، منها الترويع، منها فرض الأتاوات وجلب المال من ذوي المعتقلين، منها التضييق الاقتصادي على هذه المدن، وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها هذه القوات الحكومية والميليشيات. والأعداد التي تعلنها هذه القوات الحكومية والميليشيات هي أكبر بكثير من التي تعلن، ولكن في هذه الصيغة يصل إلينا معلومات كثيرة أن إلى الآن في منطقة المكيشيفة وحدها هناك اعتقال أكثر من 500 شخص، يعني فهذا العدد لم يتأكد لنا إلى الآن، ولكن هناك بعض المؤشرات تشير إلى أن وجود المئات من المدنيين ضمن هذه الاعتقالات. طيب، في قضية الاعتقالات والمعتقلين، خرجت تظاهرة من ذوي المعتقلين للإفراج عن أبنائهم، كيف تنظرون للظروف التي يعتقل فيها المدنيون في ظل جائحة كورونا؟ بعد الوعود التي وعدها الكاظمي لأهالي المعتقلين بأنه ستكون هناك عفو خاص أو عفو عام للمعتقلين الذي لم تثبت تهم ضدهم، وبالتالي هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، وهذه الوعود هي وعود كاذبة. وبخلال هذه السنين التي ترى عوائل هؤلاء المعتقلين أن لا جدوى من خلال هذه الوعود الحكومية بالإفراج، قاموا بهذه التظاهرات بغية منهم الضغط على الحكومة وعلى المجتمع الدولي بأن ينظروا إلى أحوال المعتقلين وأن ينظروا بهذه الملفات التي يعني أصبحت كبيرة وكثيرة في هذه السنوات الأخيرة. وخاصة أن هناك يعني الكثير منهم أبرياء، يعني أكثر من 90% هم أبرياء واعتقلوا بتهم كيدية وبالوشاية. هذه الاعتقالات أثرت كبيرا على المجتمع العراقي وما طيب. نراه الآن في الشارع في هذه النقطة. إذا تسمح لي أستاذ عمر، موضوع اليوم العالمي للأرامل، يعني هذه الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية من اعتقالات هي والميليشيات التي تنفذها أيضا بعمليات اعتقال وتعذيب إلى إخفاء قسري وحتى تصل إلى قتل خارج نطاق القانون، اليوم تتحدث المصادر الحكومية إلى أن عدد الأرامل في العراق ارتفع ليصل إلى قرابة 1 مليون أرملة، ألا تعد هذه الانتهاكات الأسباب الرئيسية في زيادة عدد الأرامل في العراق؟ لا شك أن هذه الأسباب الرئيسة في زيادة عدد الأرامل في العراق، والعدد الذي ذكرته يعني الحكومة وغيره 1 مليون هو عار على الصحة في الأعداد، يعني أكثر من 3 ملايين أرملة في العراق
منذ اندلاع النزاع المسلح في العراق 2003 وإلى اليوم، وهذا العدد كبير جدا. وإذا ما قارنا هذه الأعداد بالنزاعات التي خلفتها الولايات المتحدة الأمريكية وخلفتها الحكومات المتعاقبة من بعدها، فإن العدد يصل إلى 4 ملايين كما ذكرته بعض المنظمات الدولية. يعني وهذا العدد ليس بقليل إذا ما كانت هناك يعني حالة أمن واستقرار في هذه البلاد منذ فترة، ولكن تتعمد القوات الحكومية والمجتمع الدولي لإغفال هذه الظروف الاستثنائية وتزيد من حدة الصراعات، وبالتالي ظهر جيل كبير من الأرامل وأغلبهم ما بين 18 عام إلى 35 عام، وهذا أيضا فئة من المجتمع إذا تم تهميشها وإذا تم إقصاؤها فإنها ستولد لا سمح الله يعني أكثر عنف في المجتمع إذا ما كانت هناك حلول جذرية وحلول من المجتمع الدولي لهذه الشرائح المهمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.